Maybe we'll shield die. نجي روح روح عليها روح عليها روح عليها. He's dead, he's dead. روح روح يخش عليك بقى. هذا يستخف هذا. مسكين والله. شكرا. هذا هو قدامي اور نوت انتينغ ولا مدمر يا للاسف. يبقى انت ترى You are dead. Didn't need your ulti. طب هذا هنا. No, I think I can. قتلته برضه. يجي جريف شامبيون كذاب ليه؟ شايفين باي فوق لانه سولت قبل ما تموت. والله زعلان. What the fuck cancel. زبال هذا. اقلب الايت كويس. جالسين نلعب واحنا نايمين. طيب
ماذا سنتحدث اليوم عن ماذا؟ كنت بسألك قبل كنت تلعب كنت بسألك عمر قبل كنت تلعب شيء على الريست؟ ايوه هذه جدا مفيدة، هذه الميزة فيها. طبعا للأسف طبعا لما تلبس حاجات زي كذا will impact your playing capability will impact you a lot. طبعا الحاجات الجامدة مش الحاجات الخفيفة، هذه فيها حديدة، هذه إريل حديدة، دي ما أقدر ألفها كذا كثير، اللفة تصغر. ثاني لما تمسك الماوس حديدة هذه نازلة على تحت، مسكة الماوس حقتي ما في رايحة من فوق. أنا أفضل ألعب بإمكانية أقل وأنا ويدي ما تتأثر، ولا إني والله ألعب ب 120 ولا 150 من الكابوريتي حقتي في 3 أيام وأسوي أحسن ويدي تتكسر. هذه موجودة في الصيدليات حبيبي، أنا أشتريها أول بأول. هذه أخذتها يعني هذه موجودة في النهدي يعني في كثير عندي أنا في عندي يمكن كل الأنواع اللي ممكن تخطر على بالك. هذه فيها كوشن ومن فوق فيها سفنجة، هذه ما تنفع، هذه لما نكون مروق ما يعني ما أبغى ما بلعب أقيام عشان يدي ما يحتاج تكون ماسكة بقوة. هذه نفس الشيء تانية، هذه كانت زي هذه بحديدة بس قديمة خربت، فاشتريت هذه، هذه كانت أفضل. ما أدري إذا النهدي عنده حاليا ولا لا، بس في الصدرية اللي في شو اسمه في الأورثو كلينيك اللي في طريق الملك كانت موجودة فيه، أنا أخذتها من هناك. أنا دائما لما أشتريها أشتري 3-4 عشان لو واحدة خربت يبقى الباقي. وأمي سوت كاربل تانل في يدها عملية، جبت لها منها برضو مرة مبسوط. use كنيس I have ال يعني something similar to the tape بس اللي هو الكربون أستخدمها عشان ماي ألبو. الشغلات هذه يعني العمر، العمر له دور يا إخواني، وإذا أنت لسه في عمرك هذا وبدأت المشاكل ترى يصير أسوأ مرة كثير مع الوقت يا عمارة، صدقني خذها مني والله. يا ما هي تبدأ، هي تبدأ مشكلة خفيفة تقول يا عمي عادي، وسنة ورا سنة سنة ورا سنة. أصلاً الإنجري هذه اسمها repetitive motion injury، الإنجري من الحركة المستمرة، أوكي يسموها RMI ولا حتى RSI. فتبدأ بهدوء، التهابات خفيفة التهابات خفيفة، بعدين نشفان، بعدين الاحتكاكات، بعدين ضغط على شو اسمه على النيرف، ايش النيرف بالعربي، العصب، شنكو، ضغط على العصب. لانه يدك ما بتساعد وعضلاتك انت ما شاء الله تبارك الله كلكم بسم الله ما شاء الله رياضيين، تسوي تمارينكم حقة الصباح وتمارين المشي وتروح تجري وترفع مدري مين، العضلات عندك ما تساعد الجوينتس حقتك في انها تتحمل الضغط حق الحركة، فيصير الضغط كله على الجوينت على المفصل. المفصل يعني إذا أنت دائما يعني يعني بتضغط عليه بطريقة ما هي ناتشورال هتبدأ تسوي ستريس، الستريس هذا حيترجم لالتهابات، يجيك موضوع الالتهابات المفاصل البسيطة هذه، وتبدأ بألم خفيف تستمر تستمر تقوم تزيد لأن أنت ما بتحل المشكلة. حاول تأخذ أدوية تخفف الانفلاميشن، هذا حل يعني مؤقت بس المشكلة لسه أو مسبب المشكلة لسه موجود لأنك ما تقدر تحله لأنك تلعب كل يوم وتمسك الماوس غلط كل يوم وجالس كارت كل يوم وما بتسوي رياضة كل يوم. هذه كلها مع الوقت gets accumulated وتبدأ تأثر عليك تأثيرات، في بعض التأثيرات ترى ما يرجع، اللي يجيله carpal tunnel ما فيه حل خلاص بحر نهائيا، فما تبغى المشاكل هذه تتفاقم لين ما يجيلك يعني carpal tunnel، تبغى تحلها قبل ما الالتهاب هذا يتحول إلى مصيبة. الديسك في الرقبة ولا في الظهر هذا برضو وارد نفس الشيء، أنا عندي ديسك في رقبتي 6-7 عندي اللي في اليسار هارينيتد، هذه برضو من الكمبيوتر ومن الجلسة طول اليوم، أنا العمل طول اليوم الصباح قدام الكمبيوتر، أرجي في المساء طول اليوم قدام الكمبيوتر، على مدى 16-17 years هي طبيعي أنه you break something even though كنت راح أسوي رياضة كنت، جاءت فترة من حياتي في البيت أول ما رجعت من الجامعة لسه فقري ما عندي شيء، كنت مشتري جهاز، الجهاز حق الكمبيوتر كنت حاطه في الأرض وكنت أحط مخدة فوق رجولي حاط الكيبورد فيها والماوس والشاشة تحت، فكنت ألعب وأنا طالع كده، كنا نلعب واو نلعب واو 7-8-10 ساعات لين ما بعدين هي ترى كلها سنة، ديك السنة كانت أسوأ سنة إمباكت على ماي بادي ما أنساها، لأنه قبل ما بديت أشتغل وجبت فلوس وجبت مدري مين وكان سفر كثير وشغل كثير وقلت أفضل، وبعدين رحت اشتريت وسويت السيتاب حقي كله واشتريت المدربين، هذه أخذت معايا وقت بس السنة هذه كمان ساعة عدمت نفسي مزبوط،
وكلنا احنا صغار ما نسأل ايش ده لا ما يفرق لا يا ابويا الله نو ات ريلي ماتر ات ريلي ماتر اند ات امباكتس يو